وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. دكتورة، نرحب بك في نشرة الثالثة. إذن ما هي أبرز التعليمات الإرشادية المستحدثة للمواطنين والمقيمين والتي تتناسب مع المرحلة الحالية التي نعيشها في المملكة؟ مساء الخير. طبعا نأكد على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل التصدي لانتشار الفيروس، مثل اللي هي لبس الكمام. طبعا لبس الكمام هو اختياري في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات الإرشادية اللي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، لكن طبعا نشدد على أهمية لبس الكمامات يعني في مجالسة الأشخاص اللي أكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن، مثل أصحاب الأمراض المزمنة أو اللي مناعتهم منخفضة. كذلك يعني نشدد على أن في المنشآت الصحية يجب لبس الكمامات حسب التعليمات الإرشادية الخاصة فيها. بالنسبة حق الأشياء الضرورية جدا هو المبادرة والتأكيد على المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته، يعني الجرعة الأولى والجرعة الثانية والمنشطة والمنشطة الثانية. طبعا هذه كلها من أجل رفع الاستجابة المناعية للجسم وكذلك تحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته. مهم جدا أن أي شخص يحس بأعراض الكورونا يفحص عن الكورونا وفي نفس الوقت يبتعد ويعزل نفسه إلى أن تطلع النتيجة. هذه أهم التعليمات يعني الأشياء اللي ممكن أن احنا ننصح فيها كفريق طبي وطني للتصدي لفيروس كورونا، وهذه كلها طبعا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين. نعم الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.